قانون تفضل كاميرتك. نعم التعهد اللي وقع المحاضر يشترطون عليه انه لا يطالب بتعيين ولا يطالب بتوظيف ولا يطالب باي درجه تصرف يعني بالمستقبل، اذا توفرت يتعين حاله حال الباقي. هذا بالتعهد. طبعا اكو هواي محاضرين رادوا يقدمون مجاني، فقلت له انت اما تروح محاضر مجاني تطوع لا توقع على التعهد، لان هذا يضرك ما ينفعك. زين او شو اسمه توقع وما تطالب بتعيين الدوله، لان هي اذا تشترط عليك شرط وهو اساسا هذا الشرط يعتبر لا باطل. ما صار هذا الشرط. اسف لا موجود. انا قارئ مدارس، احنا تدري مدارس لا لم يكن هذا الشرط موجود. هذا الشرط يشرطون عليه ما يطالب بتعيين نهائيا، من يطالب بتعيين ودرجة وظيفية. أنا محاضر مجاني، أنا محاضر مجاني دا أحكي وياك. نعم هذا الشرط موجود. أعرف محاضر مجاني، لكن المدرسة أو القسم اللي ترشح عليه أو تروح تحاضر يمه مجاني يفرض عليك يشرط عليك هذا الشرط ثابت وموجود. طيب أستاذ الفقار شنو ردك على ما ذكرت؟ 90% 90% من المحاضرين لم يوقعوا أي عهود خطية ولديهم أوامر إدارية مباشرة. 90% طيب. 10% الذين وقعوا في بداية المحاضرات المجانيات ولم يكن هناك انه اذا اكو درجات ننطيك. لا لا لا، حصر الدرجات للمحاضرين المجانين. هاي القرارات اللي عندنا، واذا تريد يعني ازودك بهاي النسخ من قراراتهم بحصر الدرجات للمحاضر المجاني في حال اطلاقها.